او نزلت هوني. اما احنا ليه مش عنا لحظه، احنا بدينا في السلسله بتاع سعير سيارات مستعمل في تونس صحيح. دونك عملنا بالعشرة العشرين، اوكي عندها جماعتين من اللي هابطت، 20 30 30 40. نتفكر هابطت لحد فات، كان مازال ما تفرجتش تلقاها. وانا قلت لكم من اول حلقه انه مش تكون بالعشرة 50,000 دينار، دونك كل يوم المعلومات تكون بين 40 50 مليون. اوكي ما تعرفش نحكي شنو اسعار السيارات المستعمله، ولا شنو احسن حاجه تقدر تلقاها في السيارات المستعمله بين 40 ل 50 ألف دينار. اوكي معناتها كنكون كمان السلسله دي. اما شو نعمل بعدها؟ بون ممكن نستنى اقتراحاتكم في التعليقات، اما خلينا نبدا الحلقه دي. يعني هو كيبدا عندك من بيجي بين 40 50 مليون. صراحه انا عمين تاني نفكر اللي عنده بيجي بين 40 50 يفكر في حاجه جديده، معناتها ما تفشي يفكر باش ياخذ حاجه جديده، معناتها من بدا كهرباء جديده. لكن تو بعد الغلاء اللي صار، ولا اللي عنده بين 40 50 ما عادش نجم ياخذ حاجه جديده حرفيا يعني، والا جوست ياخذ حاجه برسمي بازيك، ولا حاجه برسمي مش مشكوره بين 40 50، ولا حاجه اكلي بيشوف انه ممكن في لوكازيون ياخذ من خير منها. لكن تو بين 40 50 ولا يفكر في لوكازيون اكثر من يفكر في جديد. وقال ليش برشا ناس يحبوا يمشيوا ياخذوا سياره شعبيه، يقبل يقعد سنه عام وعام ونص ياخذ سياره شعبيه، ما نعرفش 28 29 30، يقول لك خير من ناخذ كهرباء اوكازيون ناخذ عنيفه. هون مش كل اوكازيون عنيف، اذا تعرف تختار. عقلش هنعمل حلقات هذو. دونك اشتراك في القناة ولا اقتراحك ولا لايك على الفيديو، هذا تعبير على اعجابك بالفيديوهات. نحب نشكركم برشا زادة على التعليقات اللي كنت تكتبوا فيها مع الفيديوهات السابقين برسمي. لو فما ناس يكتبوا لي يقول لي الله يبارك لك يعطيك الصحة وكل، يعني ما تصوروش قداش هذه معناتها تفرحني الحكاية هذه، تحسني اللي برسمي انا قادر في حالة تنفع في الناس، وهذا هو الهدف. اما اليوم باش نحكيهم بين 40 50، بين 40 50 صراحة عندك برشا شواء. مي هذا ليس مهم ولا مش مهم، قاعد نحكي عربي فصحى وليد، يعني هذا مش مهم اذا ما تعرفش تختار، ولا اذا زاد ما تعرفش تقلب الكهرباء، اذا تقلب بلغه السوق ما تعرفش متى تشوف الكهرباء باهيه ولا. دونك مهم برشا حط في بالك انه مهم برشا انك تشوف تعرف كيفاش تقلب الكهرباء، حتى كان سوما بين 40 50 حتى كان ماشي 50 الف كهو. الناس ما عادش فاهم، ما عادش فاهم لمين تو على الاقل الامور تبدلت برشا. دونك اما احنا خلينا نبداو كيما كنا نبداو من قبل. دونك عندنا نبداو باول حاجه واللي هي الشباب عائله صغيره، معناتها مش معناتها شباب عائله صغيره، معناتها واحد يمشي للجامعه كذا عائله صغيره مازالوا كيعرسوا عندهم صغيره كي بيبي كهرباء تاع وسط البلاد يجرب في روحه. انت عندك بين 40 50 اسكو تخمم في جديد؟ اما في جديد ما عندك ما تاخذ، شنو تقول سوزوكي سويفت كي ابي كانتو اوكي ممكن، لكن رغم حد هذا مازال ولا فوق ال 50 ولا 50 بالضبط، اصلا نسيت سوما بالضبط. لكن اذا انت تخمم في الكوزيون شنو لازم تاخذ؟ وزيد انا قلت لك بين 40 50 معناتها كيما كان يكون عندك 40 كيما نجي يكون عندك 50. ما كنتش تاخذ كيابي كانتو عام 22 تكون عمرها عامين عام ونص، ماهيش ماشي اكثر من 20 30 الف 40 الف خلينا نقول. اوكي لازم تكون بوتو تو كيابي كانتو 2021 بوتو تو جي تي لاين، حاجه اسهل لوك سبورتيف هكايا سهرون هكايا بوتو تو ما تاكلش هكايا، حاجه كي شبابيه برشا كيما تعرف كيابي كانتو نجحوا برشا كوتي موتوريزاسيون كوتي كونسوماسيون. الحاجه اللي تعرفوا عليهم الكيا والهيونداي من قبل واللي هي اكسسواراتهم الغاليين، وي نعم راك باش تاخذ كيا حطي بالك اكسسوارات غاليين، لكن هذه مش حاجه تخليك تقول لك لا ما ناخذش كيا، فهمت؟ كوتي اوبسيون كوتي كونفور كوتي سيكوريتي كهرباء ما شاء الله كوتي موتوريزاسيون بواطا كذا جو كحله جو. اكسسوارات غاليين اكسسوارات على كل صاروا غاليين، تاع كيا والكيا او الهيونداي غاليين اكثر شوي اي نعم صحيح، لكن حاجه مش تخليك تقول لك ما ناخذش كهرباء. ما اذا ما تحبش كيا بيكانو عندنا هيونداي اوكي مازلنا في الهيونداي، لكن الهيونداي فان هنا كهرباء اكبر شوي تمام فيها، نحكي موديل 2018 2019 لو عندك موتوريزاسيون نورمالمون تكون اقوى شوي رغم اللي الارقام كيف كيف، لكن عندك كهرباء اوسع. دونك انت مش عارف عليك، انا حبيت هز امك معاك لامك وعائلتك كي مثلا خالاتك كل للبلاد ولا حاجه، الهيونداي فان بس اكثر من كيابي كنت رغم ان انت استعملت تاعك شبابك اهو كنت موتوريزاسيون كل شيء قطاع مولودينك صورت موجودين. لكن اذا انت سبور اوكي وجو كنت تحب كي كهرباء دو بور وتور روحك هكا هو اوكي وتعمل لها جو موديفيكاسيونات وجو به وكل، خذ سيات ليون اس سي. اش معناتها اس سي؟ معناتها الفيرسيون الدو بورت، ولا خلينا نقولوا بالكلام تاع كاتيجوريات وكلام تاع الفورمال هذاك 3 بور، خاطر المال هذاك يسميوه باب نقولوا 3 بورت 3 بيبان. دونك سيات ليون اس سي نفس موتوريزاسيون تاع 4 بورت نفس كاليتي نفس الاوبسيونات نفس كل شيء. نتفضل كان تخرج من دار النقل ب 37 مليون و500، وقتها كانت اغلى شويه من الفورد فيستا تيتانيوم. تخيل انت معايا سيات ليون اس سي اغلى شويه من الفورد فيستا تيتانيوم، بعدين احكي لك 2016 2015 2016 ومتاكد اكثر تكون 2016 اكثر من تكون
2015 وقتها خرجت برشا كهرباء، حرفيا خرجت برشا، كانت رخيصة، كانت 37500، وكانت 6 مليون العادية كاتر بوخت الريفيرونس نفكرها كيما 39 مليون و500 والا 39 مليون و900، وكانت 6 مليون التوتوبسيون ب 45 44 و500 حاجة هكا. انت باش تشوف قداش كان، قداش برسم كراب من الخاص، شفت كيفاش 40 شون كانت تجيب وقتها، هذه اكيد 2016 نحكي معناتها 8 9 سنين التالي. لكن انت ما تحبش اليوم يا اخوي، اعطيني حاجه ما تاكلش حاجه كي فهمتني، ولا ما كسرش راسي يا اخوي، لا كونسوماسيون ولا حتى شيء. سوزوكي سويفت صاحبي، سوزوكي سويفت موديل 2020 2021، تعرف حكايه كانت في وسط البلاد، خذها بوتو تو من راسي ما تكسرش راسك. بوتو تو نتاعها، بوتو تو نجحت بالكدا بالكدا، بدل الزيت في وقته زيت صحيح، وانسى انسى البوتو تو انسى، كان باش تموت لو كان كان بصير لها حاجه فهمتني، ولا استحفظ هكا كات رابور تاع وسط البلاد، كونسوماسيون ماهيش بالزيت برشا، كهرباء مكبوسه بالكياس. سوزوكي سويس كارت الربح تاعها نحسها كهرباء مكبوسه بالكياس، برسمي كهرباء ما تحسكش كي تهرب ولا حاجه، ربنا صورونا فيها بيع قطايع مولودين وكسورات مولودين، وكهرباء مطلوبه في السوق. لكن يا سيدي نفرض انت بتحكي لنا المانك اهو، خلينا نرجعوا لسكودا فابيا موديل 2017 موديل 2018. انا مش عارف نقول لك حاجه، كان عندك بين 40 50 برا الاوزر السكودا فابيا لام بوان سي كاتيلاندر، اوكي كونسوماسيون اعلى لكن موتوريزاسيون اقوى، براتيك اكثر وتعيش اكثر، جوست باش تضحي بشويه كونسوماسيون مقارنه بالموتوريزاسيون تروا سيلاندر، خاطر عندك لام بوان سي بلوك 1.6 كوتي قارنوه بلوك 1 لتر ولا 1 لتر 2، فما فرق فاهم، واعتقد ميك بالبلوك على قدر كونسوماسيون جديد على فكره المعلومتك. دونك اذا لقيتها كاتيلاندر ما يهمكش الاوبسيونات، حتى الكاتيلاندر توبسيون خير برشا من تاخذها تروا سيلاندر، هما خرجوا شويه كاتيلاندر فاهم، يجيبوا ريباش 2 كاتيلاندر ومن بعد رجعوها 3 سيلاندر، عملوا كيما عمل سبولو قبل بولو 7، جابوا طرف 1.4 ومن بعد ودع حبيبك وانسى هواه. و سينو نرجعوا احنا شويه نلقاو اختك يا بيكانتو هيونداي جراند اي دي زاد موديل 2022 موديل 2023 كل شيء كان تاخذهاش بازيك هكا، لكن خلينا في 2022 وخلينا في البوتوتو يا سيدي، برسم كانك وسط بلاد وجامعة ومش نعرف شنيا وشرقية وحمد الخامس وواحد وكل راك باش تتعب من البوتياج باش تتعب وساقك بعد برسم باش تتعب من المبرياج، خليك في البوتوتو. ديجا في تونس انا نشوف اللي برسمي ولات منتشرة برشا حكاية البوتوتو، ثقافة البوتوتو التونسي ما عادش يخاف من البوتوتو برسم، ديجا كونسيسيونير فيهم الحكاية هذيا، وفما دي كونسيسيونير ما عادش يوفروا دي موديل الا في اللوتو كاهو، هذا امر باهي وامر صاروا مجبورين عليه، صاروا مجبورين يعملوه فاهم يعني. في بعض الدول الأوروبية يعني على كل 10 كهرباء يتباعوا كهرباء كهو بمانيوال، تخيل معي، خاصة إن توا التوجه باغي إلكتريك فيهوش مانيوال بالطبع، معناتها توا إذا تستعمل لك كهرباء إبريد ولا إلكتريك سيغمون أوتوماتيك، وحتى قبل هذا كانوا يعملوا كهرباء ترميك أوتوماتيك فاهم، يعني سي بون إحنا ماشيين إنه المانيوال مات مات مش باش يموت مات، سي بون بقاو كان طرف شوية كهو والكهرباء المازوت والكمية داك الصغار كهو. سينو نرجع للألمان شوية، أخت سكودا فابيا سيتي بيزا، سيتي بيزا موديل 2020 موديل 2021 تروا سيلاندر، أما صراحة في الزين أزين من سكودا فابيا، لو كنت لا تختار يا ديزاين يا موتوريزاسيون، رغم زوم موتوريزاسيون ليش حين، لكن سكودا فابيا موتوريزاسيون تاعها في سيلاندر أقوى وخير من سيتي بيزا ولا سكودا فابيا ولا البولو في الموتوريزاسيون تروا سيلاندر. أما يا سيدي نفرض وأنت تو أنا تو قام فيها في وقتك، لا شباب لا عائلة صغيرة لا لا لا, لا طفلة تقرأ في الجامعة لا حاجة شيء، أنت خويا بو عائلة تمام فيا، عندك زوج صغيرات تحب كي تلزم المدرسة الصباح، نهار السبت تخرج انت وياهم تمام فيا والمرأة تمام فيا، كي في العيد كي تمشي بها البلاد، وعندك بين 40 50 خمام تاخذ جديد، تجي تشوف تلقى اما تاخذ مهندرا كيفسون يا اما سوزوكي سويفت. شنو مهندرا كيفسون يا اخي واش نحط مهندرا كيفسون مش عارف تحط فيها ستيكر في المال تاعها، سوزوكي سويفت صحيح كهرباء ناجحه وكونسوماسيون باهيه كل ما صغيره كهرباء عندك حق، اما شنو تلقى اذا انت وصلت خمت في الاوكازيون ما تخمتش في الشعبيه، خاطر اكثريه الناس يخموا في الشعبيه. بولو صدام بولو موديل 2021 من اكثر الكراب الناجحين، وش هي واحده لكن برسم من اكثر الكراب الناجحين رغم انها فولكس فاجن تصنع في الهند، الا انه حتى كان يمشي الواحد عنده بولو صدام يقول له كراب تصنع في الهند يقول لي يا ودي المانيا فاش تحكي، اي ما تصنع في الهند، اما ما معنى تصنع في الهند؟ معنى انه يدعم ارخص، هل الكاليتي تتغير؟ الكاليتي دي يحكم فيها الكونسيونير، معناتها الكاليتي كنترول هي حاجه يحكم فيها سامحوني الكونستركتور واللي هو فولكس فاجن المانيا فاهم، هو يفرض كاليتي معينة، لكن هل الكاليتي باش تكون نفسها كيما الكراهب اللي تصنعوا في ألمانيا؟ أنا لا أظن هذا، لكن هل الكاليتي باش تكون خايبة؟ لا، والدليل إنه بولوس دونكر نجحت، مال كبير، قطايع موجودين، خدمة تكسيات، خدمة فلوكاسيون، خدمة دحك كهرباء بالرسمي، أنا نصح بها لكدا موديل 2021 أنا نصحك،
تكون اكيد بريمير ما ماشي ماشي اكثر من 40 50 الف حسب. اما كنت يا اخوي تحب شويه تفزعيك وتحب شويه كي توري روحك شويه برا شو جولف سيت عم بتوقع عمرها 10 سنين 9 سنين 8 سنين ما ادري مدريز 14 15 ولا حتى 11 سنه. الموتوريزاسيون ولا بوان دو تي اس اي فما فيرسيون منه ولا فما دي موديل منه جاو ما نجحوش جاو صاروا فيهم مشاكل. نحكي لك الموتوريزاسيون التي اس اي اللي هو التربو. انت جوست كي تاخذها تثبت من الفيرسيون تاع الموتوريزاسيون تاعها الرقم تاع الموتوريزاسيون تاعها اسكو هو اللي صاروا فيه مشاكل او لا. او اذا انت تحب تبعد من الامور هذه وتعرف روحك عندك حركه كل يوم بلا خذها تي دي اي مزود موتوريزاسيون تي دي اي شكون ما يعرفوش ولي امتداد للـ SDE اللي كان اتموسفيريك صار توربو جوست ما دوت فان كونت اونترتيان في وقتها توربو تلهى بيه حاول ما تاخذهاش ماشي اكثر من 200 الف وتحاول كي تكون موتوريزاسيون تاعها مازالت فارقه تمام في معانا. لكن بخلاف هذا اذا انت برسمي تخاف من تي اس اي ريسونس ولا وشوف اذا انت الحركه نتاعك راهي ماشي كل يوم وما عندكش حركه كل يوم وكل سابق ما دوت داخلك في ليسونس فاهم نقول سيت عاد ما عندي ما نحكي على كوتي كاليتي وكوتي قطايه دي عاد سي بون تاعك ايش عندنا اخر يا سيدي التليفون صفي عندنا اوكي اذا تحب تفزعك اكثر لكن عندك عائله هذه تفزعك بالعائله شفت اودي اكات برلين موديل 2010 11 نجحوا خاصه عندك في الليسانس 1.8 تي اف اس اي بوات اوتوماتيك فما اللي تقلقوا منها شويه كوتي موتوريزاسيون لكن هي جلوبالمون كهرباء تصحبت عليها تنجح كيش موريك تصور طبعا تعرف على شنو نحكي معناتها لو كنتي كومفور كنتي وسع كنتي لوكس كنتي حاجه يعني ما عندك ما تحكي تمام هي بين 40 50 سنه تبقى تبدا حاجه نظيفه صعيب انك تلقاها بريمير ما صعيب انك تلقاها ماشي اقل من 200 الف ولا اقل من 150 الف خلينا نقولوا لكن تلقى انك تلقى حاجه نظيفه امر وارد برشا تمام فيا خاصه اللي ياخذوا الكراهبه هذوما اكثريتهم الناس يعرفوا يستحفظوا رغم انه مش الكل فاهم ودي كانت قطع موجودين قطع غاليين بالطبع كونسوماسيون ماهيش قليله بالطبع ما غاديش تحط في بالك 1.8 موتوريزاسيون 1.8 وزيت توربو دونك كونسوماسيون ماهيش باش تكون قليله لكن راك باش تاخذ اون كونتر بارتي حاجات خير برشا مثلا كي نحكيو على بولوس دون فهمت خير برشا بولوس دون مثلا رغم انك نفس البيدجي لكن اذا نرجعوا ولا نقعد حتى شويه في الالمان وتحب كي تكون مختلف شويه كي باش تاخذوا الناس الكل شوف الفورد فوكيوس موديل 2016 17 L'EcoBoost, pour tabac, a une motorisation 125 chevaux d'hydrogène ou 170, je pense, Newton mètre. Motorisation, je vais chercher l'EcoBoost, la motorisation, j'ai. Qui est à la fin de fait. كرافه برسمي بها هي يعني انا متق... انا كيف انا مستغرب كيفاش هما الناس يقولوا الكرافه دي ماهيش ناجحه انا نعرف حد شكون كسب منها وكتب منهم وعن خبره زاد الموديل اللي قبله والموديل اللي قبل قبله يعني كرافه نجحت برسمي كرافه نجحت البيو ارزن من اخوي ارزن من منافسيها اي صحيح على خاطر فوكيوس من اول ما جات لتونس وهي عندك السمعه نتاع قطايا غاليين وكونسوماسيون وكل رغم هذا كل بدل خاصه بعد التكنولوجيا نتاع ايكو بوست مارك هذاك كنت معناتها كوتي كاليتيك وتابلو بور بلاستيك كسوه كذا كربا تقعد معك برات ما تعيش معك موتوريزاسيون يعيش معك يقعد مش مش يقعد معك للابد لكن يعيش يعيش مش موتوريزاسيون يطيح بالذهب كيسه تمام اذا بتحبش فورس فوكيوس ممكن تلقى سكودا اوكتافيا موديل 2015 2016 كرهبة رغم انه وقتها سكودا كانت جديدة في تونس الا انه علاقة سكودا بفولكس فاجن كوتي كاليتي كوتي موتوريزاسيون خلت الناس ياخذوا سكودا من غير ما يقعدوا يسألوا برشا لذلك انت اوكتافيا تلقاها خارجة برشا في تونس يعني هذا لا يعني بالضبط انه الاوكتافيا كرهبة ناجحة لكن يعني انه لما انا نقول لك سكودا اوكتافيا نفس الكاليتي نفس الموتوريزاسيون بتاع فولكس فاجن انت باش تمشي بالك انت عبارة باش تاخذ سكودا اوكتافيا لكن في مخك فولكس فاجن هذا امر صحيح سكودا فابيا فعليا كهرباء ناجحه لكن حبيت نقول لك انه راهو ناجحها مش يعني ان هي كهرباء سكودا فابيا نجحت لا هي كانت مقترنه فولكس فاجن لهذا نجحت عندك هي والفابيا زاده والموديلات الاخرين تاع سكودا دونك سكودا فابيا كوتي في اللي زيت بار خير برشا من الفورد فوكيوس مثال خير برشا من الاودي اكات فاهم كوتي معناتها كوتي منظر لوكس وكل ماهيش لوكس برشا لكن كهرباء براتيك فهمت كهرباء عمليه ركب عائله اطلع وسط البلاد اعمل نافيت اعمل اللي تحب تمام فيا طيب موجودين اكسسوارات موجودين لكن كان انت تحب تاخذ حاجه بنفس كاليتي تاع سكودا فابيا لكن تكون معروفه في معروفه في السوق وبيوحة اخف شوف الباسات بي 7 الباسات بي 7 خاصه في المظبوط مش خايبين بالكل اذا انت تحب تهرب من الكونسوماسيون طيب موجودين باهين مش خايب مزيانه كهرباء
تلقى 43 44 45 48 49 50 تلقى حاجة توبسيون طولون وكبير ومش عارف شنو سيج كبير وكل سيج الكتريك وكل اني قد متغير في المازوت اذا مش خايب بالكل خاصة تلقى تي دي اي بوندروج ولا حاجة وهذا هو معناتها باسات برسم الكهرباء نجحها بالكدا. لكن اذا انت تحب تاخذ حاجه اقل في اقل عمر وما تلوش برشا على اللوكس وتلوش كان كوتي براتيكا كهو كهرباء برسمي كوتي موتوريزاسيون ماركه يعني من ناحيه شو اسمها هي من ناحيه الفيابيليتي في الماركه هذه ان تقريبا ما ريش احسن ولا هي من الاحسن هي من الاحسن اللي ريتها واللي هي تويوتا ماركه تويوتا راكم يعرفوا ماركه تويوتا نحكي هنا على تويوتا ياريس سودان سودان موديل 2015 16 17 خرجت لوكاسيون خرجت شركات خرجت دعايدة خرجت تاكسيات في الليسانس كاز كهرباء مشي معناتها البر خرجت اللي تحب انت معناتها الكهرباء ناجحة بالكدا ومن هنا حد يقول لك تويوتا كهرباء ما نجحتش فاهم يعني برسمي اصلا ما تحقش تحديد برشا كهرباء تويوتا ناجحة بالكدا 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 تعطيك اقل اوبسيونات صحيح لكن الكهرباء ما تكسرلكش راسك صب ليسانس بدل الفيدونج والسلام عليكم. لكن انت خويا انت عندك عائلتك كبيرة ما شاء الله تحب حاجة عالية وتحبك حاجة كمان فيه تكون مهرة اكثر في نفس الوقت تكون عالية كما قلت لك شوف بيجو 3008 كنت حكيت عليها قبل في البيجي بين ال 20 و 30 قلت لك نرى تلقى واحدة ب 30 31 وتوا عاود نحكيك عليها بين 40 و 50 خاطر في 3008 بين 40 و 50 راك حتما باش تلقى واحدة يعني حتما باذن الله تلقى واحدة بين 40 50 تكون حاجه نظيفه زاده وتكون توبسيون وتكون فاميلي وماشيه مش برشا فاهم يعني تلقى تروح من البيت حاجه باهيه قطع موجودين اكسسوارات موجودين موتوريزاسيون تاعها في ليسونس عندك 1.6 واللي هو نفس الموتوريزاسيون اللي خرج قبل في السيكات ويخرج في يخرج حتى في السيدروان يخرج في البيجو يخرج حتى في الدي اس اظن هو حتى في الدي اس في الدي اس 5 زاده واللي هي الموديل اللي بعده باش نقول لكم عليه دونك موتوريزاسيون نجحت اذا في المازوت ذا رايح حتى الموتوريزاسيون تاعها نجحت دونك هنا نشوف اختها بون اختها في الجروب واللي هي السيدروان دي اس 5 السيدروان دي اس 5 عندك شهرين تو تقول لي هذه بين 40 50 متاكد انت اي نعم هي تلقاها ب 40 تلقاها 41 تلقاها 45 يعني كهرباء طياره من الداخل يعني كهرباء نجحت بقد ايش المبيعات كارت الربح تاعها هي الديزاين الاكستيريور والانتيريور تاعها وقت اللي كانت بالرسمي سيدروان تعرف شو تعمل لانه يعني صراحه تو لو تشوف تو سيدروان كيفاش تعمل في الديزاين تاعها يعني خلاص سيتوان مشي برسمي سيتوان توقف الديزاين تاعك رهيبة يعني برسم ما نحبوش اصلا وريت الديزاين اصلا حتى حاجة باهية انه دياس تفرعت عليها انفصلت منها تفصلت من سيتوان ولات تعمل ديزاين وحدة ودياس هي اللي قاعد تبع فك اللوكس فرنسي فاهم بخلاف هذا سيتوان توا قاعدة تلعب في لعب لعب صغار وبيجو فاقت وأوبل فاقت أوبل نوعا ما فاقت رغم اللي راهو ذكرها بالاخرين زاد مش عاجبيني برشا نحكي لك الاخرين واللي هما مازالوا ما هبطوش في تونس حتى اما 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 سيدروان انسى من ناحيه ديزاينها باش تعمل فئه تاع كليون وحدها وممكن انسى ما صورش كيفاش تنجح برشا سيدروان على المدى البعيد. لكن يا خويا كان انت تحب تفزعك في نفس الوقت حاجه لوكس عندك حق تفزعك شوف مرسيدس كلاس سي موديل 2008 2009 في الليسانس الأكثرية شوفها كعبة في البواتو تو أكيد تكون 9 شوفو مرسيدس كلاسي الموديل هذا يعني أظن هو من أكثر الموديلات اللي خرج من أنجح الموديلات الموديل هذا كل يوم تراه في الشارع يعني لابد أنك تراه تمام فيا تلقى دايما كي طبع عندهم منه كي مرسيدس كلاسي هذا محامين هكا عائلي مال كبير كونفور هكا تمام فيا كهرباء كي كلاس عرفت كلاس هي اسمها كلاسي لكن هي كلاس بالرسم كلاس موديرن يعني فاهم بالطبع راه هنا نحكي على كونسوماسيون ماهيش ضعيفه نحكي على قطايع ماهوش رخاص بالطبع هذا امر عادي لكن راه قطايع موجودين اكيد الصورات موجودين وانا تلقى حاجه نظيفه بين 40 50 امر وارد امر وارد برشا جوست ركز اما انا قلت لك مدد من الويد من نوف. تحب تجازف اكثر وتدخل في الريسك اكثر اشوف البي ام اكس 1 2012 بسقاها كهرباء بازيك شوي بسقاها 49 48 50 وقتها بيا مازال قاعد اجرب في الاس يو في الصغار نتاعها عرفتك الموجه تاع الاس يو في بدات تدور في الـ في الـ في الكراه في الاسواق الكراه في العالم دونك بيا ما كان حاب تجرب اي برا خرجوا لهم كعبه اكس 1 نجربوا بها من السوق تفهم فيا نذوقوا بها شنو نجموا نحصلوا بها يعني مثلا الانتريور تاعها كان راه انتريور عادي جدا كهرباء ما تفنوش بها فيها برشا لكن مزيانه يبدو اللي ما كانت تعمل كراه بيزيانين لحد الان تعمل كراه بيزيانين الا السيري دو الا السيري دو القديمه ما كانش مزيانه
تمام، هي سيري دي جديدة حالا، عسل. دونك البي ام اكس 1 في ليسونس خذها كي مانيوال ولا اوتو تلقاها، انا قلت لك بين 40 50 ساعة اول حاجة، بين 48 59 ممكن تلقاها لك ترية مانيوال، فاهم؟ مزيانة كهرباء لوكس، خاصة تساعد كي امرأة كي تكون عندها صغار كي تحسها تساعد النساء اكثر. سينو كانك انت كي بو عائلة وفي نفس الوقت اوكي مازال عندك هكا الحس شبابي ومازال تحب تذكر شبابك شويه، خذ البي ام سيري اون اف 20، سيري اون موديل ايش هو يقول لك في التصوير، تلقى بين 40 ل 50 بالطبع، باش تلقاها عمرها 10 سنين 11 سنه. كنا كنحكي لك كواليتي موتوريزاسيون كذا كلها عباره عن البي ام اكس 1 باهي، صحيح موجودين صورة موجودين كهرباء نشحت بلاك دي، تلقاها سوا في المانيوال سوا في الاوتوماتيك، لكن ماهيش عائليه برشا. الاكس 1 عائليه اكثر، تمام، هي ولا مرسيدس كلاس سي ولا البي ام 3 3 او 90 ديس، ده عائليه اكثر. نكملوا مع العائله ونجيو لاصحابنا اصحاب التجار اللي يحبوا الكهرباء التجاريه. اذا عندك بين 40 50 مش تقول يعني مش ندفع كهرباء عاليزين، كان ندفع 20 30 وخلص كان بيان لو كاو، لكن يعني انك تقعد تخمم على كمبيوتر كل شهر مش امر عادي، يعني مش امر سهل، تمام، في تستسهل وانت من الاول اي، لكن لك 5 سنين 4 سنين كمبيوتر 7 سنين وصلت تو برشا الليزنجات يعملوا 7 سنين، يعني الامر مش فاهم. اذا إذا عندك بين 40 50 خليك في حاجه كي في الكونتون تريح راسك، تمام، في ونهار تحب تبيع ما عندك حتى حد مرتبط بي. دونك عندك فيها الدبلو، تاخذ فيها الدبلو عمرها عام عامي، تاخذ كادي 2018 2019 تي تي، عندك بيجو كانوف واللي هو واللي هي اللي بعد بانوف، تمام، في ولات اسمها كانوف، كهرباء ناجحه برشا برسمي ناجحه بلاك دي في تونس خارج بلاك دي، رغم انه سيتروين برلينغ وبيجو كي في ليزيتيليتير عارف كي كلي ما خرجوش كما كانوا يخرجوا قبل، لكن هي كهرباء جلوبال مون ناجحه، تمام، في نحكي لهنا كانوف من 2020، تمام، في دونك نجم نشوف السيتروين جامبي برسمي، سيتروين جامبي. اذا انت الاستعمال تاعك باش لازم اكثر حموله، لازم اكثر حاجات باش تحطهم في المنتلي في الكهرباء في الكاميونا، دونك سيتروين جامبي بين 40 50 تلقى حاجه، تمام، في سينو كان انت صاحبي عاد جو اوف رود، جو نطلع لوادي زيتون عند راهم نعمل شويه كامبينج او كي نعمل تور شويه صحرا شويه كذا، اذا عندك بين 40 50 عندك خيارات. اي نعم يا صاحبي، ايش عندك؟ اول حاجه اذا انت عندك عائلة في نفس الوقت تحب تعمل كامبينج ومش عارف شنو، عندك نيسان نافارا موديل 2010 11 12 كهرباء نجحت بلاك دي بلاك دي، كوتي كونسوماسيون عالية قطيح غالي شوية، لكن كهرباء براتيك برشا في تونس معروفة برشا بيوحة وش رزينة. لكن إذا أنت برسمي ما تهتمش برشا بالبيع الرزين والخفيفة، شوف السوزوكي جراند فيتارا موديل 2005 6، ممكن تبحث على الإنترنت تقول لي وانت احكي لي الموديل ده ما فماش اي موديل ده ماهوش بوبيلا برشا في تونس لكن موجود. اذا تلوج تلقى كهربا نجحت بلاك دي بلاك دي، اكسسواراتها ما مش موجودين بلاك دي بلاك دي، معناتها تبقاهم لكن مش موجودين في حاجه شعبيه وكل، لكن كهربا ناجحه كوتي وفيابيليتي كوتي موتوريزاسيون. سينو كانت اخويا ما تحبش تكسر راس تحب كهربا تدور كل يوم تراها تويوتا راف كات موديل 2006 6 هذا مبين، هذه هي هذه هي اللي تختارها كان انت براسك ما تحبش تكسر الراس. تويوتا اذا حكيت تويوتا راه سيء ما فماش تعليقات بعد تويوتا سي بون، تمام، هي في ليسونس بالطبع كونسوماسيون مش تكون عاليه، في المازوت كونسوماسيون مش تكون عاليه، لكن انت جوك اوف رود معناتها كونسوماسيون اكيد ماهيش باش تكون عائق كبير بالنسبه ليك، عائق صحيح مش كبير، فاهم؟ دونك سينو كان انت تخمم كيفي وتحب الموديل هذا، انا نحبه على الاخر الموديل هذا، راه بقوله قديم وراه بقوله قدام برشا وسنوات ما عادش التو نحبه الموديل هذا يا اخي، واللي هو الميتسوبيشي باجيرو موديل 2001 2 بالطبع قاعد تشوف التصاور يا اخي، الموديل هذا يعجبني برشا عشان نحسه لحد الان مازال موديل، تمام، في راه بقوله قدام، تمام، في كهرباء كبيره بلاك دي عائليه اوف رود براتيك نافيت وسط بلاد ايش تحب انت تمشي معاها، تقول لك هاني موجود دوبل بون جو كحلة جو، تمام، في قطايع موجودين اكسسوارات موجودين موتوريزاسيون معروفة في تونس بيوحة ساهل مطلوبة، يعني باجيرو سبور وشكون ما يعرفش باجيرو سبور. سينو كان انت كي تحب حاجة أجد وجوك بيكاب ومتحبش نيسان نافارا في نفس الوقت، شوف لك فولكس فاجن أماروك، رغم اللي فولكس فاجن هذيك كانت بالنسبة لها أول بيكاب كي تنشر بسرعة هذه كله وكي بدأت تجرب في راحة في بيكابات وشوية اس يو فيات وشوية كذا، إلا إنه الجينيراسيون الأولانية كوتي كاليتي
كودي معناتها فيابيليتي ما كانتش كيما من بعضهم، لكن هل ما نجحتش؟ لا، خرجت الكهرباء ولا نتفكرها كانت ب 50 ولا 55 مليون عام 2010 2011. تخيل اماروك كانت ب 50 55 جديده، تخيل، وطول بيعوا فيها بين 40 و 50، عمرها 10 سنين ولا مرات 13 سنه. طب تشوف انت التضخم كيفاش ياثر فيها، والديوان اللي في تونس اللي اعطيها مساحه قداش رخيصه. دونك اماروك موديل 2010 11 تي دي اي بوندروج دول بوندروج برسمي باهيه برشا. انا بالنسبه لي انا كمش نختار، انا نيسان نافارا تمام فيها، لكن حتى اماروك ماهيش خايبه تمام فيها. اما اماروك انت كان عندك كان عندك فلوس، كان عندك بيدجي مفتوح شويه كي شوف لك الفيرسيون الفي 6 واللي هي 6 سيلندر. هذه هي نقول لك معناتها هذه حاجه تمام فيها اللي نفضلها على على نيسان نافارا. لكن حتى الموديل الحديث راه مش خايب الكل تمام فيها. نعدي الفئه الاخرانيه هو اللي هم جماعتنا واللي هم اصحابنا واحبابنا واللي هم جماعه الادفنتشرز، جماعه اللي ما يهموشهم الروت في السوق تتباع ولا لا تتباع. اخوي انا الكهرباء دي حابه تكون عندي، حابه ما تفهم في انا نتلهى بها نهار اللي باش تبيع خل تبيع، ما يهمنيش طيحت انا كسر راسي ونجيب طيح. المهم الكهرباء دي برسمك هي تكون معناتها حاجه يونيك، حاجه اصلا ما تراهاش تدور كل يوم. رغم انه الخيارات اللي عندنا اليوم ما همش خيارات اللي بالرسمي ما تراهمش يدوروا كل يوم، لكن بالرسمي مش كل الناس لو عليهم كيف تعدي بين 50، خلينا نكون واضحين زاد فاهم. يعني عندك الفا ميتو موديل 2019 20، خاصه اذا انت طفله كي برسمي يعني كهرباء باش تخليك اصلا باش تخليك اصلا متميزه شويه على شنو موجود في السوق تمام فيا. باش تخلي مثلا صحابك عندهم فيات 500 عندهم مش عارف انا سويفت جراني ديس وانت عندك الفا ميتو، يعني حاجه طليانيه حاجه كي عسل تمام فيا. دو بورت تجمع بين انها تكون عائله صغيره شباب وسبور في نفس الوقت، متغذيه تاعها مش خفيفه بالكل تمام فيا. يعني برسمي عندك الفا في كهرباء تعمل كومبينيزون هي لبر، انا من اكثر الماركات اللي يعملوا كومبينيزون تاع دي كاتيجوري في كرهبة هم الفا. يخرج لك كهرباء يخليك تمشيها عايده، تمشيها شباب، تمشيها سبورت، تمشيها تعديل، تحب انت تمشيها. نفس الكهرباء. هذه النقطة القوية والنقطة قوة الفا روميو. سينو يا خويا انت كانك انت زعما في شباب هكايا وتحب مرات تحل توا بانوراميك ومش عارف ايه وريلز انستغرام وشنو هي وتفاصيلك الكل عندك بي ام 92. اوكي تبان دوس رغم انها قدامك ان لحد الان عندها الشارم، مازالت كهرباء عندها شارم، مازالت واحد نجم ياخذها تمام فيا. في الليسانس بالطبع في المازوت يعني حتى لو كان ناجحه يعني مش بشويتها مش شويت الكاتيجوري بتاعها والمنظر بتاعها تمام فيا. الانتريور تاعها نفسه تاع اوكي تبان ديس نجحت كهرباء بلا كدي برسمي نجحت بلا كدي. حاول كي تاخذ رد بالك شوف تلقاهاش مسوسه ولا حاجه، رغم انه صعيب تلقاها لكن ممكن تلقاهاش مسوسه خاصه من حيث السقف اللي يتحل وكل باقي كله ننصحك بها. سينو انت كان بالرسمي كي تحب تاخذ حاجه ثقيله وبالرسمي كي تحب تاخذ حاجه هكا راك باش تحمل مسؤوليتك من حيث كونسوماسيون راهو قطاع غاليين ما يسالش، ما انا قلنا ما يسالش باه. البي ام اكس 5 موديل 2003 4 5 بين 40 50 تلقى حويجه عسل تمام فيا. اما هاني قلت وانت براسك تمام فيا، اما راهي نجحت باهي. سينو كان انت مجموعة او 92 لكن صحابك عندهم او 92 ما تحبش تقلدهم، خذ اودي ا 5 موديل 2009 10 تلقاها 50 وادو 50 قول له يخليها لك 50 ولا 52 قول له زاد يخليها لك 50، لازم تعمل نيغوسياسيون تمام فيا. ا 5 هذا وقتها كانت اظن اول مره اودي تجرب كهرباء كوبي، اي كوبي في الكاتيجوري هذيك، معناتها كانت اول مره اودي تجرب كهرباء في الكاتيجوري هذيك تمام فيا ونجحت نجحت بريك دي وده يغر حتى الان كمل فيها تمام فيا. معنات الاسانك الكهرباء نجحت بالكدا رغم انه الديزاين تاعها مش ازين حاجه لكنها نجحت تمام فيا مزيانه برشا. الكهرباء سبور بالكدا وبالنسبه ليا خير شويه في الاو 92 رغم اللي انا نميل بي ام دبليو اكثر من الاودي، الا انه جوست في الموديل هذا نختار الاسانك على الاو 92. سينو يا خويا باش نعطيك توا موديل تضحكش عليا تمام فيا، ما انا قلنا ادفنتشرز جماعه هذوما ما يهمهمش شنو الناس تحب تاخذ تمام فيا، ما نصورش كانت تضحك انت الفئه هذه معناتها ديجا انك تخمم خارج الصندوق تمام فيا. واللي هي يا سيدي تشجع منتوج بلادك وتاخذ لنا كعيبه وليسكار ايريس كوتي كونفور، ما عندك حتى كونفور باش نكون معاك واضح من الاول ما نحبوش نبداو ندورو في الكلام تمام فيا. كوتي بويسونس ما عندك حتى بويسونس، عندك موتوريزاسيون في تي ام تاع 208 تمام فيا، مش البيور تاك اللي ياكل زيت، لا لا الموتوريزاسيون اللي ما ياكلش زيت. كوتي براتيك تمام فيه بدون تعليق تمام فيه. اما ككهرباء تكون يونيك في الشارع ككهرباء انك تنجم كي تحل السقف نتاعها، تنجم تدرس ولا تحب عليها تحسها كي منتوج بلادك،
فاهم، مختلفة في الكياس، برسم انك تخمم تكون حاجة مختلفة في الكياس، تمام فيا؟ يعني هذا هو السبب اللي يخليك تخدع من الاخر، تمام فيا؟ وبين 40 50 تلقى حاجة مش ماشية برشا، تلقى حاجة بريمير مع الأكثرية، حتى نوعية الطولة متاعها، راهي الطولة متاعها مش كيما طولة الكلاب الآخرين، مش شكلي حتى من الصدمات والضرب الطولة متاعها خير برشا من الكلاب الآخرين في الصدمات والأكسدونات على يقدر. ويعني هاني قلت لك من الآخر، تمام فيا، متغذية الساعة متاعها ماهيش أحسن حاجة، براتيك ماهيش براتيك برسمي برشا، تمام فيا، ماهيش عائلية وكل وكل حاجة الكل، لكن يونيك من الآخر، تمام فيا. وهذا هو بالنسبة للحلقة متاع اليوم. دونك برسم السلسلة تسمى طولت شوية صراحة، أنا حبيت لو كان كملت الخمسة فيديوهات اللي الأربع فيديوهات اللي كنت مبرمجهم قبلها بشوية، لكن تعطلت فيا نظرا للجدول متاعي. لكن يعني إن شاء الله تكون استفدت برسم، إن شاء الله تكون استفدت هي، رغم أني لو حقيقة النمبر دو فيو ما كانش as expected كما توقعت، لكن إني رأى إنه الناس تكتب لي في الكومنتير والله استفدت، والله كذا، والله مش عارف، هذا امر يخليني نقول ايه وصلت لهدف، خاطر النمبر دو فيزا يزيد مع الايام تزيد، تو جاي سيف كذا، ناس مش بتركز برشا مع ماخذ تكرهها، بعد يرجع كذا النمبر دو فيزا يزيد على بطوال بقصار، تمام في حاجه من شكلي بالرسم كامل كلها، تمام في، لكن انه يوصل لعشبك المحتوى وصلتك المعلومه، انك جيت تسالني على الواتساب راه ناس، والله لحد الان فما ناس ما جاوبتهمش على الواتساب، بالرسم ما لانيش لاقي وقت، تمام في، على الفيسبوك جيت تسالني على الانستغرام، جيت تسالني كذا، تقول لي والله في واحد كتب لي على 3 ايام، قالت لي هي مرة، قالت لي أنا نحب نسلك خاطر برسمي عندي فيك ثقة كبيرة، وأنا برسمي هما ناس يجيو مرات يقولوا لي اللي باش تقول لي اعملوا، يعني صراحة يحسوني بمسؤولية كبيرة، تمام فيا. في نفس الوقت الحمد لله يعني نحاول ديما نتعلم 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 ونطور من روحي أكثر. تو كملنا السلسلة دي، راهو السلسلة ما وفاوش الحمد لله، يعني اقتراحاتكم ديما مرحبا بكم في الاقتراحات في لي كومنتير، شنو تحبوا نحكي، ما نطورش عليكم أكثر، في أمان الله.